Good. You got to do all that off. كاين واحد الطريقه اللي كاينه عندي جوج الاسئله كاين شباب وكاين شيوخ. الشيوخ كيعطوا خريطه البلاد والشباب كيهضروا على المشاكل اللي كاينه في البلاد. انا السؤال اللي عندي هو ان هاد الشبيبات اللي كاينين في البلاد حقاش كاين واحد السؤال اللي ديما كنتلاقاه وكنصر عليه قهوي بزاف كيقول لك كيفاش هاد الطريقه كندخل للعمل السياسي. دونك شبيبات شكرا. دابا السؤال اللي بغينا منهم هو ان يعطونا خريطه الطريق واش هو المؤتمر واش هو عضو الصهاني واش هو واش هو واش هو شو هي غادي. دابا كاين شبيبات حنا شفنا المؤتمر ديال الحكوميه شفنا ديال حزب الاستقلال شفنا المؤتمرات ديال الباص حنا اللي بغينا المؤتمرات اللي هنا هل هي الطريقه اما جيب المشاكل ديجا حنا كنلقاو في المساحات بريسي بريس وكذا بلا ما نقاتلو من هنا حنا اللي بغيناكم واش باغيين تبيعوا الشباب العمل السياسي. السؤال الثاني دابا الانتخابات قربوا دونك هاد الشبيبات نورمالمون خصهم يناضلوا هاد الشباب اللي ديالهم يدخلوا مستشارين باش تكون منطقه الشباب. اما قولك طول الهضره بزاف لا لا نغادي الاوهام الشباب عطونا خريطه هاد الموضوع اللي بغينا منكم بواحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 3 شهور ولا 4 شهور عطيو الشباب عطوا له خريطه الطريق واش هو العمل السياسي. اما نبقاو الهضره خلينا نقراوها في المساء وشكرا.